يدخلوه عالم التمثيل. زي انستغرامر اللي يدخلوا لعالم التمثيل. انت واش رايك فيه؟ انا سلسله ما نعرفهمش هذوك. مالك جيمس معروفه بمليكا هذيك اللي تقلد الصوت الخشن، تقلد صوت اودي. دول عالم التمثيل لازم لهم لي باس تاع التمثيل. سي با ايفيدون باش يدخلوا لعالم التمثيل هكذاك. غير كدو انستغرام يقلدوا ومن بعد يدخلوا لعالم التمثيل. اكزاكتومون، هنا وين حبيت يقلدوا. احنا ما عندهم غرور. اها عندهم غرور تاني. عندهم غرور صح، على غيزون. على انستغرام الجزائريين اللي دخلوا عالم التمثيل مغرورين وما عندهمش اسس التمثيل ومقلدين فقط. فانا حبيت نقول باللي لا بلوبار، ماشي كلهم، لكن لا بلوبار تاع الفنانين الممثلين الجزائريين القدم حقارين. ولما نقول انا ما نعرفش، ما عنديش لو دروا اني نجيجي ونقول عليه مغرور وكذا وكذا. ما تعرف الشخص، عندك الحق انك ما تعرف الشخص، ما عندكش الحق انك تجيجي شخص ما تعرفه.